السوق راه مبلوكي، ما كانش البيع وما كانش الشراء، ما كان لا بيع لا والو، راه حابسه الحاله والناس راه تلفت لها كاع، ما كان لا بيع لا شراء، الحاله راه حابسه وبزاف غالي. تشهد اسواق بيع السيارات المستعمله عبر مختلف ولايات الوطن حاله من الركود التام، لا بيع ولا شراء. السوق راه حبس، ما كاين والو، صلاة فونصالية، وبيع لا شراء، راه الناس غير طلعها هابطة بورية. السوق راه عيان شوية، الدراهم ناقصين ما كانش. البيع ما كانش البيع. حبسة. حبسة الحالة. يجوا يديروا أسعار للسيارة تاعهم، كاين عام والأسواق مغلوقة، يجيب السيارة تاعهم على بالو شحال راها تسوى، باه يتأكد سيارته وين لحقت وين ما لحقت شحال تسوى، يجيبها للسوق ساومني مازال 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 ويرجع للدار، باه يدير السعر باك للسيارة تاعو يعرف واش راه كاسب. هذا ما كان لا بيع لا شراء، ما كان لا بيع لا شراء، الناس كامل تشوف في بعضها، ركود تام. أسواق بيع السيارات المستعملة التي استأنفت نشاطها من جديد بعد غلق دام قرابة السنة، تميزت إلى جانب التوقف الشبه التام لحركة البيع والشراء بالتهاب أسعار المركبات بمختلف أنواعها. والو يساوموك هكذا بصح ما يقدرش شيء، باسكو الماتريا كاع غلا. مبلوكي السوق، مبلوكي السوق، ناقص الشاري كاع. ما كاش البيع، ما كاش هاوليك تساوم طوموبيل صغيرة ولا دير 100 وزوج 115 بزاف خويا، بزاف غالي بزاف الماتريا. اللي يشري يقول لك غالي، واللي يبيع يقول لك رخيص. انا ربي عالم دوكا ما نقدرش نقول لك واش تبيع واش تشري، ما كان والو. لازم يدخل الماتريال من الخارج. ما جيت خرده يرحم والديك ب 100 وزوج، وين مريض تاعو. السوق راه شويه هذا بدا يتحرك شويه على حساب المرض هذا اللي راه كاين. الطوموبيل تاع 60 ولا تدير 100 ما كاش، ما كان لا بيع لا شراء، الحاله راه حابسه وبزاف غالي. بيع زيرو ما كاش البيع، السوق غالي، المواطن ما يقدرش يشري، مبلوكي السوق ما كانش. مي الناس شاده في السومه تاعها الاولى هذيك، باسكو ما يقدرش يخسر 15 مليون ويبيع الطوموبيل. والله خرج الهضره هذيك تاع الاستيراد والاخر، بصح ما كان والو. ركود عمليه البيع والشراء يتفاقم يوما بعد يوم في انتظار انفراج ازمه السيارات في الجزائر.